يتراوح لونها بين الأحمر والبني، قليلة الصوف، ترعى بين الوديان والصحاري. هي أغنام السدوان، أو كما يطلق عليها سكان برج برج مختار الماشية الحمراء، من أجود السلالات في أقصى الجنوب. يكثر عليها الطلب كل عيد أضحى. ومرتاعها صح منه، ومنطقة المياه صح من منطقك، والسراح انت عينها يعرف يسرحوا مليح ويعطوها، يعني يعرف يرتعوها مليح، وقتها خاصة الملح يعطوها الملح، ووقتها خاصة هارة يعطوها هارة، يعني متهلين فيها 100%. مع أنها لدينا في الزرايب يعني ومقافضين عليها، ما تشوف الشمس ولا تشوف الريح، هذه تبعوا بها المرتع قيسة 300 كيل. ندرة الكلاء، صعوبة التنقل، غياب الدعم، عوامل أثرت سلبا على مربي المواشي للحفاظ على هذه السلالة، مع العلم أن برج بجي مختار تمول كل من ولاية أدرار، تمن راس، عين صالح وتندوف. وباغين الدولة استنبينات مشينا أعلاف تعاوننا، والمال هذا، هذه الحدود نحن نمولوا أدرار، تندوف، بشار، عين صالح، تمراست مولوها احنا منها. هذه العين تاع برج باج مختار، برج باج مختار هي بوابة الحيوان، يا غير الدولة باغينها تصنف لنا، تعود مهتمة بينا. أنا مهمشين حيواننا ما يمشيش للبلاد اللي هي ينباع فيها للتل والبلاد، رانا مهمشين وما عندناش الماء وما عندناش الشعير، ما هو عندنا، وماذا بينا حد يعاوننا. رعاة برج برج مختار تعلقوا بتربية الماشية منذ طفولتهم، عانوا الأمرين وتحملوا ذلك فقط من أجل توفير أفضل سلالات الغنم.